بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه استعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي في هذه الحلقة بإذن الله مع موضوع ومناقشة موضوع كاختبار للفصل الثاني في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا لمستوى السنة الثانية من التعليم المتوسط، ونبدأ مع تحليل وضعية هذا الموضوع. إذن مع الوضعية الأولى مباشرة، يقول: لاحظ التركيبة الممثلة في الوثيقة واحد، ثم أتمم الجدول التالي. إذن ما اسم الوسيلة المقترحة في هذه الوثيقة؟ إذن في الوسيلة كما تعرفتم هي نقل الحركة بالتعشيق. ما هي العناصر المشتركة في نقل الحركة في هذه الوسيلة؟ إذن لدينا مسنن كبير، ثم مسنن صغير، ثم عملية التعشيق أي تداخل أسنان المسننين. ما هو دور كل عنصر في هذه التركيبة؟ من خلال السهم يتبين لنا أن المسنن الكبير هو العنصر القائد أو المحرك، والعنصر الصغير أو المسنن الصغير هو المقتاد أو المتحرك، وليس المحرك، هنا المتحرك نصحح. إذن قلنا العنصر الصغير المقتاد أو المتحرك. التعشيق وظيفته هو ناقل للحركة، هو وسيلة النقل. اتجاه دوران: العنصر القائد يدور في اتجاه دوران عقارب الساعة كما نلاحظ مع الإشارة أو مع السهم، يدور في اتجاه عقارب الساعة. فإن المقتاد في هذه الحالة يدور عكسه أي في الاتجاه المعاكس لعقارب الساعة. ما هو الهدف من هذه التركيبة؟ إذن بالإضافة إلى تغيير اتجاه الدوران، فإن الهدف الرئيس هو مضاعفة السرعة بلا شك. لماذا؟ لأن المسنن القائد هو الكبير، وبالتالي فيه عدد أسنان أكثر، إذن فهذا يكون أبطأ والمقتاد يكون أسرع. إذن الهدف من التركيبة هو مضاعفة أو زيادة السرعة الدورانية. نواصل مع الوضعية الموالية. إذن يقول في الوضعية الموالية: لاحظ الصورة الممثلة في الوثيقة 2، ثم أتمم الجدول التالي. إذن الوثيقة 2 لدينا فيها مضمار أو مسار للحركة شكله دائري، يعني نصف دائرة أو قوس من دائرة. هذا القوس من الدائرة أو هذا النصف دائرة يتحرك عليها هذا المتزلج من النقطة A إلى النقطة B، وأعطيت لنا الفواصل الزمنية. في الموضع A كان الزمن T0 يعني زمن الانطلاق، في الموضع الوسطي من الحلقة أو من القوس صار T يساوي 2 ثانية، وفي الموضع B صار الزمن T يساوي 4 ثواني. إذن بدلة هذه المعطيات نعبئ هذا الجدول. إذن يقول من A إلى B، إذن الشوط الأول من A إلى B، ما هي مراحل الحركة؟ إذن من خلال الجدول يبين لنا أنه لدينا مرحلتين. عندنا المرحلة الأولى، ما هو مجالها الزماني؟ مجالها الزمني هو من 0 إلى 2. إذن المرحلة الأولى تبدأ من الزمن T0 إلى T2، يعني هنا هذه مرحلة رقم 1. هذه المرحلة ما هي مدتها الزمنية؟ تساوي 2 ثانية، 2 ناقص 0 تساوي 2. يعني عندما ينطلق المتزلج من النقطة A على هذا المسار، ما كيف تكون سرعته؟ هنا السرعة ستكون متزايدة. إذن فطبيعة أو حالة السرعة هي متزايدة. بما أن السرعة متزايدة خلال هذا المرحلة تكون طبيعة الحركة متسارعة. ابتداء من هذه اللحظة T تساوي 2 ثانية، نكون قد دخلنا إلى المرحلة الثانية. إذن المرحلة الثانية من T 2 ثانية إلى T 4، يعني من منتصف المسار إلى النقطة B. ما هو مجالها الزماني؟ إذن قلنا من 2 إلى 4. ما هي مدتها الزمنية؟ أيضا ثانيتين، 4 ناقص 2 تساوي ثانيتين. أثناء صعود المتزلج على هذا المسار أو على هذا المضمار، ماذا يحدث لسرعته؟ لا شك أنها تتناقص. إذن السرعة متناقصة. بما أن السرعة متناقصة خلال هذا المجال أو خلال هذه المرحلة، فتكون الحركة متباطئة. ثم نعود، يعني اللاعب سيلتف وينطلق في الجهة العكسية، يعني يدور
180 درجة أفقيا ويعود في الجهة العكسية من B إلى A. إذن فما هي المراحل؟ كذلك مراحل الحركة أكيد اثنان. المرحلة الثالثة تبدأ الآن من 4 إلى 2، هنا ننتبه يعني الزمن يتواصل، معناها لدينا تي 4 نعود إلى هنا نضيف 2 تصبح لدينا تي 6. إذن هنا من 4 إلى 6 معناها المدة الزمنية كم؟ 6 ناقص 4 تساوي ثانيتين، أي في الرجوع أيضا يستغرق ثانيتين. كيف تكون السرعة هنا؟ ستكون متزايدة لأنه في مرحلة نزول يعني من الأعلى إلى الأسفل، فتكون السرعة متزايدة. بما أن السرعة متزايدة فطبيعة الحركة تكون متسارعة. وصل الآن إلى الموضع T يساوي 6 ثواني، يعني هنا في المنتصف. سيبدأ في المرحلة الرابعة والأخيرة وهي مرحلة الصعود، إذن من T 6 إلى T 8 هذا هو المجال الزمني. المدة الزمنية أكيد هي ثانيتين. الآن هو في حالة صعود على المضمار أو على المسار، بمعنى أن سرعته ستتناقص. إذن السرعة متناقصة وبالتالي تكون طبيعة حركة متباطئة. هذا بالنسبة للوضعية الثانية وما طلب منا فيها. إذن لو طلب منا ما هو شكل مسار الحركة، أكيد نقول أن شكل مسار الحركة هو مسار دائري، يعني اللاعب يتحرك حركة دائرية في هذه اللعبة أو في هذه التجربة أو في هذه الرياضة. نمر إلى الوضعية الموالية. يقول أقلعت طائرة للخطوط الجوية الجزائرية يوم الخميس 28 فيفري 2019 ميلادي على الساعة 11 مساء، أي 11 ليلا، لتهبط بمطار جدة بعد رحلة استغرقت 6 ساعات من الطيران قاطعة المسافة 3875 كيلومتر. المطلب الأول يقول كم كانت الساعة حينما حطت الطائرة بمطار جدة. إذن كيف نحسب وقت الوصول؟ وقت وصول الطائرة يساوي وقت الإقلاع زائد مدة الرحلة. إذن وقت وصول الطائرة سيكون، إذن كيف وجدنا؟ قلنا 23 ساعة التي هي 11 مساء وهو وقت الإقلاع، زائد مدة الرحلة أو مدة السفر وهي 6 ساعات. إذن 23 ساعة زائد 6 ساعات تساوي 29 ساعة، لكن اليوم فيه 24 ساعة فقط. إذن معناه الفارق الذي فوق ال 24 هو داخل في اليوم الموالي، في اليوم الموالي. لذا طلب منا هو أن نحدد ما هو التاريخ الموافق لوقت النزول أو وصول الطائرة. إذن هنا قلنا أي 29 ناقص 24 تساوي 5 ساعات، يعني هذه 5 ساعات تكون داخلة في اليوم الموالي، أي معناه دخلنا في يوم الجمعة. الساعة صفر هي الثاني عشر ليلا، الساعة صفر هي الثاني عشر ليلا، نحسب من الثاني عشر ليلا 5 ساعات، إذن معناها على الساعة الخامسة صباحا. إذن هنا يعني أن وقت الوصول هو الساعة الخامسة صباحا من يوم الجمعة 1 مارس 2019، هذا بالنسبة للمطلب الأول. يقول اختر مرجعا تعتبر طائرة متحركة بالنسبة له ومرجع آخر تعتبر ساكنة بالنسبة له أثناء مدة الرحلة. إذن فالطائرة تعتبر متحركة بالنسبة للمطار أثناء الرحلة، وتعتبر ساكنة بالنسبة للركاب أثناء الرحلة. بعد ذلك يقول كيف تكون طبيعة حركة الطائرة لتتمكن من الطيران بطبيعة الحال أثناء إقلاعها، ثم لتتمكن من الهبوط والتوقف. إذن فلتتمكن الطائرة من الطيران والإقلاع تكون طبيعة حركتها بكل تأكيد متسارعة، بمعنى الطيار سينطلق من السرعة صفر ويحاول أن يصل إلى أقصى سرعة في السير على المدرج، ثم هذه السرعة التي يبلغها ستمكنه من الانفلات والإقلاع من على المطار ليطير في الجو. ثم العملية العكسية، كيف تكون السرعة لكي يتمكن من الهبوط والتوقف؟ إذن لتتمكن الطائرة من الهبوط والتوقف تكون طبيعة حركتها متباطئة، بمعنى أن يخفض من سرعتها تدريجيا. بعد ذلك يقول جد قيمة السرعة المتوسطة للطائرة أثناء الرحلة بالكيلومتر على الساعة ثم عبر عنها بالمتر على الثانية. إذن قيمة السرعة المتوسطة للطائرة أثناء الرحلة، إذن هنا نطبق العلاقة